مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. دائما في هذا البرنامج بنحاول نكون حلقة وصل ما بين الدين والحياة، إزاي نقدر إن احنا من خلال ديننا نعيش حياة سعيدة أمينة، ومن خلال كمان حياتنا نقدر إزاي إن احنا نستفيد ونتعلم أمور ديننا تعليم جيد. بنحاول على قدر الإمكان إن احنا كل اللي عنده مشكلة مادية محتاجين علاج، محتاجين تجهيز إخواتنا وبناتنا، ومحتاجين مساعدات مادية في التجهيز، أو محتاجين عملية إحلال وتجديد في المساجد، على طول بنحاول من خلال الدين والحياة نكون منفذ لحضراتكم. النهاردة معانا الدكتور محمد وهداني العالم الأزهري القدير عشان ينورنا كده ويقول لنا إزاي نقدر نعمل المعادلة الصعبة دي. منورنا الدكتور وهداني كالعادة. أهلا وسهلا دكتور أحمد، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، وأسعد ربي عز وجل لمصرنا الغالية وللعالم كله إن شاء الله الأمن والأمان والتوفيق والسداد إن شاء الله. دكتور وهدان، في البداية واحنا بنتكلم على برنامج الدين والحياة، إزاي فعلا ناخد الجزئية الأولى أنا اتكلمت فيها، وهي إن احنا نستفيد من ديننا ونتعلم أمور ديننا ونطبق ده على حياتنا عشان نكون في النهاية نعيش حياة هانئة سعيدة مطمئنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير ما لا يعد ولا يحصى، وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل في الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبارك الله فيك دكتور أحمد أن طرحت هذا الموضوع المهم، كيف يكون الدين في مواجهة أعباء الحياة. الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله عز وجل إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله سبحانه وتعالى إلا ونهيتكم عنه. من المعروف أن الإسلام هو آخر الأديان السماوية، ومن المعروف أن القرآن العظيم هو آخر إرسال السماء إلى الأرض، ولذلك نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى كل شيء في حياتنا، كل شيء ييسر لنا حياتنا ويدعونا إلى أن نعيش حياة آمنة مطمئنة ترضي الله سبحانه وتعالى. دكتور أحمد، المفسرون يقولون إن هناك آية في القرآن العظيم يسميها العلماء آية السعادة في القرآن العظيم. آية السعادة. كلنا يريد أن يسعد في حياته، أن يعيش حياة آمنة مطمئنة ترضي الله سبحانه وتعالى. هناك آية في القرآن العظيم في سورة الحديد يسميها المفسرون آية السعادة. تعالى أنا وأنت والسادة المشاهدين نتحدث عن آية السعادة، كيف نسعد في حياتنا، كيف نعيش حياة آمنة مطمئنة ترضي الله سبحانه وتعالى. يقول ربي عز وجل عن آية السعادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه آية السعادة في القرآن، من قرأها لابد أن يسعد، يعني كل حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني كل قضاء بيد الله سبحانه وتعالى، فأنا لازم أرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدري حتى أن أعيش حياة آمنة مطمئنة. الإنسان في هذه الدنيا إذا أراد العزة فعليه بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، والقرآن يدعونا دائما إلى فعل الخير. قال الله تعالى في القرآن العظيم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني ربنا يريد أن يعلمنا في القرآن العظيم أن كل حاجة في الكون بإيد ربنا سبحانه وتعالى، فأوعى تزعل على حاجة راحت منك، واوعى تفرح قوي على حاجه جات لك. ما انت هتسالني، ربنا هو اللي عالم بقى، هو اللي عارف. هتقول لي معقوله نعم. بقى انا بنتي جالها عريس ما افرحش، ابني جاب مجموع في الثانويه ما افرحش، ربنا كرمني وعملت بيت ربنا جامع لربنا ما افرحش؟ افرح، بس الفرح في الاسلام يا دكتور احمد مشروط بحاجتين.
أولهما؟ أولهما زي ما ربنا قال في القرآن العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعهم. لا فرح إلا بشرطين: أن يكون الفرح بفضل الله، وأن يكون الفرح برحمة الله. نعم. يعني أنت ما تقولش أنا اللي عملت ده، ولكن العمل ده هو مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. هو نعم. هو صاحب الأرزاق، هو الموزع الأرزاق. نعم. كمان هل لسه مكملين مع حضراتكم، وهنحاول احنا نتكلم بالتفصيل في ازاي يكون في على طول تواصل ما بين الدين والحياة. وزي ما قلت في المقدمة في هذا البرنامج بنكون نافذة لحضراتكم للمسؤولين وللسادة المشاهدين، اللي عنده اي مشكلة من المشكلات اللي احنا اتكلمنا عنها يا ريت يتواصل معنا. تواصلوا معنا اهالي قرية الحرية، مركز ديكيرنس بالدقهلية، ومسجد الرحمة محتاج عملية احلال وتجديد، هو المسجد الوحيد اللي في القرية. كان في دار تحفيظ القرآن، وما اشد الحاجة الان في هذا التوقيت الى دار تحفيظ القرآن، للأسف الشديد اتهدت، ومحتاجين كمان نعمل لها عملية احلال وتجديد ليها ضروري. وفي قطعة أرض قدام المسجد، فمحتاجين واحنا بنعمل عملية احلال وتجديد لمسجد الرحمة بقرية الحرية مركز ديكيرنس بالدقهلية، ان احنا نوسع المسجد حتى يكون يتسع للجزء القديم مع الجزء الجديد. هنشوف مع بعض تقرير سريع لهذا المسجد، ونرجع بعد كده على طول مع الدكتور وهدان نشوف نقدر ازاي نتواصل مع حضراتكم، ونقدر نكون حجر اساس لعمليه احلال وتجديد لمسجد الرحمه بقريه الحريه مركز ديكيرنس بالدقهليه. ايها المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم من هذا المكان الطيب العام المبارك من قرية الحرية مركز ديكيرنس محافظة الدقهلية، لمعاينة مسجد الرحمة بهذا المكان وهذه البلد. والمسجد في الحقيقة لما عينا المسجد وجدناه في مسيس الحاجة إلى التجديد، لأن مساحة كبيرة جدا جدا من المكان مهدرة، والمكان صراحة يعني آهل بالسكان، ومكان محاط بالمساكن من كل ناحية. والمسجد يعني رأيناه هو المسجد الأوحد في هذا المكان. المسجد يعتبر هو الأول في القرية وعلى الطريق. وزي ما أنت شايف كده المسجد في حاجة للتوسعة، لأنه يعني في حوالي مساحة كبيرة ومحتاجين إن احنا ندخلها في المسجد. المسجد ده الوقت كان يعني يعني هايل للصوت كله من تحت، والقبلة بالذات والله كان حديدها باين. تمام. فسقف المسجد شتك زي ما انت شايف. نعم. إيه هايل الصوت. مقفول ما حدش بيصلي فيه. المسجد ده احنا نشأنا ولقناه، طبعا اتعمل بالجهود الذاتيه، وكان في دار تحفيظ قران بنيجي نتعلم فيها. لما وقع علينا السقف من فوق ما عادش حد بيجي حتى دار تحفيظ قران، قدام منه حتت سكنيه يعني لو اتضمت للمسجد هتكبر مساحته. فبنشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا، بنشدهم ان هم يساعدونا فيه. المسجد ده يعتبر هو المسجد الام في القريه. المسجد بينهار علينا، واحنا بنشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا وساعدوني. إذن مسجد الرحمة بيت من بيوت ربنا، محتاج عملية إحلال وتجديد سريع. هذا المسجد هو الوحيد اللي موجود في القرية، بيخدم تقريبا 5000 مسلم ومسلمة موجودين محتاجين إن هم يصلوا. مش معقولة كل ما نيجي نصلي فرض نركب مواصلات ونتكبد مشقة في الشتاء أو في الصيف نروح لقرية المجاورة عشان نصلي فيها. فأرجوكم ساعدوني عشان نقوم بعملية الإحلال والتجديد سريعا لهذا المسجد. ورقم الإشهار لمؤسسة الرضوان الخيرية هو 25/14 لعام 2016. طب دكتور وهدان، احنا لسه مكملين مع بعض في حلقات البرنامج عن التواصل ما بين الدين والحياة، لكن خلينا احنا بنتكلم عن مسجد الرحمة. نعم. بيت من بيوت ربنا بيعاني وإنه ومحتاج عملية إحلال وتجديد، تقول لي ايه وتقول للساده المشاهدين ايه في ضروره المساهمه سريعا لانقاذ يعني هذا المسجد؟ اقول للساده المشاهدين هذه فرصه طيبه للدخول الى الجنه عن طريق المساهمه في انشاء هذا المسجد الذي يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، والذي يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، خاصه وان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اكد في الحديث الصحيح أن من بنى لله مسجدا ولو كمفح سقطا بنى الله له قصرا في الجنة. يعني شوف بقى حياتك، لو الواحد ساهم بطوبة فقط في إنشاء مسجد
بكل تأكيد له قصر في الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى. ليه يا أستاذ دكتور أحمد؟ لأن أنا بأعطي على قدري كبني آدم غلبان ظروف صعبة، بدي على قدري، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي على قدره. ربنا ما بيدينا بيدينا على قدره هو، وقدر الله سبحانه وتعالى كبير، وربكم سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة. وشوف رب، شوف سيدنا النبي قال إيه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا. القطا دي طائر صغير جدا، يعني حاجة صغيرة قوي لربنا سبحانه وتعالى يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. ربنا أكيد يوم في الجنة إن شاء الله هيكون له قصر عظيم في الجنة، قصور أولئك الذين بنوا مساجد لله سبحانه وتعالى. يعني إذا نفهم من ذلك أن هناك بابا في الجنة مخصوصا لمن بنى لله مسجدا أو ساهم في تعمير بيوت الله سبحانه وتعالى. وهناك باب في الجنة، باب اسمه باب يا دكتور أحمد مفرحي النساء، مفرحي الستات، اللي فرح مراته، اللي فرح أخته، اللي يكون راكب في أتوبيس وشاف ست واقفة وتعبانة أو عادها يبقى فرحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله حرم الله عز وجل جسده على النار. وربنا سبحانه وتعالى بقدر فقهان العظيمين إنما يعمر مساجد الله، يعني من الذي يعمر بيوت الله سبحانه وتعالى؟ لما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يبقى إذن المؤمن الحقيقي هو الذي ينفق ماله في تعمير بيوت الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله أحد الصحابة ونور له المسجد بتاعه بزيت وقناديل وما إلى ذلك، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: نورت مسجدنا. فاللي بيحط بس لمبة واحدة في مسجد أو اللي بحنفية في مسجد، يعني هذا يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الجنة من باب أولئك الذين عمروا بيوت الله سبحانه وتعالى. أقول لك كمان على مفاجأة، في باب في الجنة كمان، مش باب بس مفرح النساء، باب اسمه مفرح الأطفال كمان. سمعت عنه؟ لا أنا نفسي ما سمعتش عنه. باب مفرح الأطفال ده باب مخصوص في الجنة. لو أنت حياتك يا دكتور أحمد ليه طفل صغير كده وجبت له شوكولاتاية أو بومبوناية، دخلت السرور إلى قلبه وبذات لهم الأيتام دخلت كمان، دخلت السرور علي، لك في باب في الجنة ينتظرك اسمه باب مفرحي الأطفال. إسلام زي ما في باب في الجنة كده اسمه باب الريان للصائمين. ففي أبواب كثيرة في الجنة لمن أراد أن يفعل الخير، وأعتقد أن أعظمها عند الله سبحانه وتعالى هو تعمير المسجد الجامع. نعم. اللي بتقام فيه الصلوات، اللي بيتم فيه تحفيظ القرآن الكريم، اللي بيتم فيه يعني تقديم خدمة لكل المسلمين. نعم. وبرضو من المفيد جدا جدا احنا نقول لحضراتكم ان هذا المسجد كان بيرتاده الكثير من السيدات، وبالتالي بيت من بيوت ربنا، مش بس رجال هم اللي بيصلوا فيه من أهل القرية، لا كمان كانوا بيصطحبوا زوجاتهم، فده فيه ثواب كبير وعظيم. وممكن كمان نعود أطفالنا وناخدهم معنا في الصلاة، وبالتالي يعتادوا الذهاب إلى المسجد. هنشوف مع بعض مسجد الرحمة بقرية الحرية بمركز دكرنس بالدقهلية، وبعدها هنروح نتكلم في فكرة إيه ده، دعمية إحلال وتجديد. طب الناس اللي بنت المسجد قبل كده خلاص الثواب هيخلص وهينتهي، وهيروح الثواب لمن سوف يقوم بالبناء مرة أخرى، ولا الثواب ممتد؟ هنشوف مع بعض مسجد الرحمة ونرجع على طول نجاوب على هذا السؤال. اتفضل. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم من هذا المكان الطيب العام المبارك من قرية الحرية مركز دكرنس محافظة الدقهلية لمعاينة مسجد الرحمة بهذا المكان وهذه البلد. والمسجد في الحقيقة لما عاينا المسجد وجدناه في مسيس الحاجة إلى التجديد، لأن مساحة كبيرة جدا جدا من المكان مهدرة، والمكان صراحة يعني آهل بالسكان، ومكان محاط بالمساكن من كل ناحية. والمسجد يعني رأيناه هو المسجد الأوحد في هذا المكان. المسجد
المسجد يعتبر هو الاول في القريه وعلى الطريق. وزي ما انت شايف كده المسجد في حاجه للتوسعه، لانه يعني في حواليه مساحه كبيره ومحتاجين ان احنا ندخلها في المسجد. المسجد ده الوقت كان يعني يعني هايل للسقوط كله من تحت، والقبله بالذات والله كان حديدها باين. تمام. فسقف المسجد سيادتك زي ما انت شايف هايل الصوت، فمقفول ما حدش بيصلي فيه. المسجد ده احنا نشأنا ولقناه، طبعا اتعمل بالجهود الذاتيه، وكان في دار تحفيظ قران بنيجي نتعلم فيها. لما وقع علينا السقف من فوق ما عادش حد بيجي حتى دار تحفيظ قران، قدام منه حتت سكنيه يعني لو اتضمت للمسجد هتكبر مساحته. فبالناشد قال الخير ان هم يقفوا معانا، بنناشدهم ان هم يساعدونا فيه. المسجد ده يعتبر هو المسجد الام في القريه. المسجد بينهار علينا، واحنا بنناشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا. يعني قد ايه الواحد بيكون حزين لما بيشوف بيت من بيوت ربنا موجود وللاسف الشديد نتيجه لسوء الحاله المترديه لهذا المسجد بيمنع المصلين حفاظا على حياتهم ان هم يرتادوا هذا المسجد، وعشان نصلي ونؤدي فريضه من فرائض ربنا نضطر ان احنا نركب مواصلات فنتكبد مشقه وفلوس ومجهود ووقت عشان نصلي الفرض. فارجوكم ساعدونا علشان ننتهي من عملية إحلال وتجديد لهذا المسجد. السؤال اللي طرحته قبل ما نشوف هذا التقرير للدكتور وهدان كان سؤال منطقي ودايما بيتم طرحه مني علي يعني من بعض السادة المشاهدين. طب هو يا جماعة المسجد ده انتوا هتقوموا عملية إحلال وتجديد، طب الناس بقى اللي بنيته زمان من 100 سنة أو من 50 سنة خلاص كده الثواب هيتوقف ولا الثواب ممتد؟ لأن ممكن تكون ناس شاركت وماتت فيجي ناس تانية تماما هي اللي تساعد في عملية الإحلال والتجديد. تقول لي إيه بقى في النقطة؟ شوف يا دكتور أحمد، الثواب ممتد لكل من ساهم في إنشاء هذا المسجد بأي شيء إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. أكيد المسجد ده كان تهدم قبل ذلك وفي ناس ساهموا في بنائه، لهم ثواب عظيم عند الله. أول من أنشأ هذا المسجد له ثواب عظيم عند الله. الذين يساهمون الآن في إنشاء هذا المسجد لهم ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الذين يبنون المسجد فيما بعد بعد سنوات مرة أخرى لهم ثواب عند الله سبحانه وتعالى، يعني صدقة جارية صدقة جارية ولا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى. ويكفي ثوابا زي ما قلت قبل كده أن كل واحد منهم له قصر في الجنة عند الله سبحانه وتعالى لأنه ساهم في تأسيس بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. وأعظم حاجة في الدنيا ذكر الله، وربنا خلقنا سبحانه وتعالى لنعبده ولنذكره سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاللي عايز ربنا يكرمه في الدنيا وفي الآخرة، اللي عايز ربنا ينور له في قبره، اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من الصراط، عليه بأن يتصدق بما أعطاه الله سبحانه وتعالى بما يقدر عليه في سبيل تعمير بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود بالتصدق بالمال فقط، لكن ممكن حد يجيب عربية طوب، حد يجيب عربية زلط، يعني كل واحد يشارك بمقدرته اللي يقدر يساعد بيه، بعربية طوب، بعربية زلط، بشوية حديد، بشوية مراوح، موكيت، مراوح، موكيت، أي حاجة في هذه المسألة. وما اللي ما عندوش بقى يمكنه أيضا أن يتصدق. بماذا يتصدق دكتور أحمد؟ يتصدق بكلمة طيبة. الله، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. شق تمرة يعني إيه؟ يعني بنصف تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. نعم. يعني حتى اللي فهمته كده إن ممكن إحنا نتصدق حتى بيوميتنا بمجهودنا، يعني عندنا نجارة ومحتاجين بنا ومحتاجين حداد، فحتى لو ما عندكش الحديد والأسمنت والطوب والفلوس تقدر تتصدق بيها، ممكن تتصدق بيوميتك بمساعدتك في بناء حائط من حوائط المسجد في عملية الإحلال والتجديد. نعم. طب خلينا نتكلم هنا عن مسجد، وقلت نقطة مهمة اتقالت لي للناس اللي راحت هناك في القرية، بيقولوا السيدات كانوا حريصات جدا ان هم يصلوا فيه. أهمية بقى وجود مسجد الستات تروح تصلي فيه في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها ومسلسلات بقى ومتابعات والانترنت، قول لي بقى الأمهات لما يروحوا الزوجات الدروس الدينية والصلاة اللي هتصلى هناك ده بيعود بالنفع ازاي على الأسرة المسلمة؟ شوف حياتك، المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الآخر، إذا فهي المجتمع كله، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع، وإذا فسد المرأة لا قدر الله فسد المجتمع. أنا أعتقد أن ذهاب المرأة إلى
المسجد عندما تستأذن زوجها بالشروط التي وضعها الإسلام هتاخد ثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن حبيبك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا تمنعوا المرأة من الذهاب إلى المسجد. نحن الآن نواجه تطرف ونواجه إرهاب أعمى لا يريد لنا الخير. أنا أعتقد أن يعني أكبر عاصم من هذا الانحراف هو الأم والبيت والأسرة. الأم إذا عرفت خطورة الإرهاب أكيد هتنصح ولادها، خاصة وأن الإسلام كمان يعني جعل المرأة مثل الرجل في ثواب الطاعات، يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني اللي بيعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. فالإسلام ساوى بين الرجل في ثواب الطاعات. فإذا خرجت المرأة من بيتها وذهبت إلى المسجد لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. صحيح سيدنا النبي قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في سوقها في المسجد. طبعا ده عنده، لكن اذا كانت المراه ما عندهاش خلاص، لا وهي دلوقتي مش كل بقى خرج للعمل للاسواق يعني والنادي يعني والمدرسه خلاص. صحيح، لكن هي مثلا عندها ولد صغير او عندها واجب لزوجها او البيت محتاج حاجه بيتصلي في البيت، لكن اذا كان عندها وقت وبعدين ترتب كل هذه الاشياء يمكنها الذهاب الى مسجد. نعم. قد ارتدت ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك اكيد هتتعلم واكيد هتفيد. أيوة. المجتمع ده نقطه مهمه جدا. بماذا سوف يعود على الزوجه النهارده من هذه الدروس ومن الصلاه في المسجد؟ هنتكلم فيه واهميه فعلا الاهتمام بالدروس الدينيه وبالذهاب الى المسجد والتسبيح وقراءه القران الكريم افضل مليون الف مره من احنا نقضي وقتنا امام المسلسلات والانترنت. هنشوف مع بعض مسجد الرحمة الذي يستغيث بقرية الحرية بمركز الكنس بالدأهلية، ونرجع بعد كده على طول نعرف العائد الذي سوف يعود على الزوج وعلى الأسرة بأكملها بعد ارتياد السيدات والرجال والأطفال المسجد. المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم من هذا المكان الطيب العام المبارك من قرية الحرية مركز تكرنس محافظة الدقهلية لمعاينة مسجد الرحمة بهذا المكان وهذه البلد. والمسجد في الحقيقة لما عاينا المسجد وجدناه في مسيس الحاجة إلى التجديد، لأن المساحة كبيرة جدا جدا من المكان مهدرة، والمكان صراحة يعني آهل بالسكان ومكان محاط بالمساكن من كل ناحية. والمسجد يعني رأيناه هو المسجد الأوحد في هذا المكان. المسجد يعتبر هو الأول في القرية وعلى الطريق. وزي ما أنت شايف كده المسجد في حاجة للتوسعة، لأنه يعني في حوالي مساحة كبيرة. نعم. ومحتاجين إن احنا ندخلها في المسجد. المسجد ده الوقت كان يعني يعني هايل للسقوط كله. من تحت والإبلة بالذات. والله كان حديدها باين. تمام. فسقف المسجد سيادتك زي ما انت شايف. نعم. هايل الصوت. فمقفول ما حدش بيصلي فيه. المسجد ده احنا نشأنا ولقناه، طبعا اتعمل بالجهود الذاتيه، وكان في دار تحفيظ قران بنيجي نتعلم فيها. لما وقع علينا السقف من فوق ما عادش حد بيجي حتى دار تحفيظ قران، قدام منه حتت سكنيه يعني لو اتضمت للمسجد هتكبر مساحته. فبنناشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا، بنناشدهم ان هم يساعدونا فيه. المسجد ده يعتبر هو المسجد الام في القريه. المسجد بينهار علينا واحنا بنناشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا وساعدونا. زي ما شفنا بعض مسجد الرحمة بقرية الحرية مركز ديكرنس بالدأهلية، موجود ومش موجود. موجود لكنه مغلق أمام المصلين لأنه قايل للسقوط. حتى دار تحفيظ القرآن اللي كان الملجأ زي بيقول كده المنقذ لأولادنا عشان يحفظوا في القرآن الكريم، للأسف الشديد اتهد.
فمحتاجين ان احنا نضم الارض اللي موجوده امام المسجد عشان نكبر المسجد ويقدر ان هو يستفيد منه 5000 مسلم ومسلمه ان هم يصلوا فيه. طب دكتور وهدان، كنا بنتكلم قبل التقرير عن العائد الذي سوف يعود على الاسره مش بس على الزوجه، لان الزوجه لما ربنا هيهديها هتسعد الزوج وهتحسن تربيه ولادها. كلمني بقى عن هذا العائد. الحقيقه يعني عائد كبير جدا عندما تذهب المراه الى المسجد وتؤدي الصلوات، بكل تأكيد سوف تخشع في صلاتها لله سبحانه وتعالى، هتبقى من المؤمنين الذين قضى الله في حقهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أكيد هتستمع إلى الدروس والمناسبات الدينية، هتعرف ما لها وما عليها، وإذا عرفت ما لها وما عليها عاشت آمنة مطمئنة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله عز وجل إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله سبحانه وتعالى إلا ونهيتكم عنه. أعتقد أن المرأة سوف تستفيد استفادة كاملة من الأماكن المخصصة للنساء في المسجد، سوف تتعرف على أخواتها المسلمات، وفي هذا دعم وهذا دعم لأواصر المحبة وأواصر الصداقة بينها وبين أخواتها المسلمات. وربنا يجعلهم طبعا زي ما ربنا قال في القرآن الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكيد عندما تدخل المسجد يعني هترتدي لباس التقوى، وزي ما ربنا قال: ولباس التقوى ذلك خير. أكيد هتعامل زوجها معاملة طيبة، أكيد هتعامل ولادها معاملة طيبة، أكيد هتعامل جيرانها معاملة طيبة، أكيد هيستفيد منها المجتمع. بشكر جدا ضيف الكريم دكتور محمد وهدان العالم الأزهر الكبير، بشكرك جدا دكتور وهدان. شكرا جزيلا دكتور أحمد. وزي ما قلت لحضراتكم بنحاول من خلال هذا البرنامج نكون حلقة وصلة حقيقية ما بين الدين والحياة، ما بين أصحاب وأهل الخير والناس اللي محتاجة الخير. إذا هذا المسجد اللي النهاردة التقينا به مع حضراتكم، بيوت ربنا مغلق، دار تحفيظ القرآن اتهدت، هذا المسجد هو المسجد الوحيد في القرية بيخدم 5000 مسلم ومسلمة، محتاجين نوسعه، مش بس ان احنا نعيد بنائه، لكن احنا محتاجين كمان واحنا بنعيد بنائه ان احنا نضم له القطعة الارض اللي امام المسجد. وضيف الكريم قال ان احنا مش بس الصدقة الجارية بيستفيد منها اللي بنى المسجد، لا حتى مع عملية احلال والتجديد مستمر الثواب باذن الله للي قام ببناء هذا المسجد من بدايته. محتاجين مساعدات حضراتكم زي ما قلنا، مش بس طوب واسمنت ورمل ولا فلوس، محتاجين حتى الكلمه الطيبه او المساعده من وقت حضراتكم. بكده خلصت حلقتنا النهارده من الدين والحياه، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي الدين والحياه مره اخرى نافذه لحضراتكم عشان تتواصلوا مع اهل الخير. اشوفكم على خير باذن الله، مع تحياتي انا احمد عبدون.